هو أولا يكون نتائج التحقيق الفنية اللي تقوم بها الأجهزة الأمنية، هل هذا الحريق اللي أودى بحياة العشرات من المواطنين هل هو عمل إرهابي مقصود أم هو حادث طبيعي؟ أنا أشك أنه هو حادث طبيعي، ماكو هيك حادث طبيعي يعني يموتون بها قد ناس يعني وهكذا جرحى وهكذا، مفروض بناية انفجار قنينة وصار حريق، ما يخالف حريق في مكان انبوبة غاز وصار حريق ما يخالف، ماكو عندنا منظومة حريق، ماكو سلالم، ماكو. أقول الناس تشرد يعني، يعني شنو الناس مصعديها بالحبل؟ احنا للطابق لو اكو درجات، لو اكو مصعد. أقول العملية مو هالشكل، العملية هذا الحريق مال يلتهم المستشفى بهاي السرعة وكل هذول الناس اللي موجودين جوا يعني يموتون، بس هذا موضوع يحتاج تدقيق عميق وتحقيق عميق. اول مره تحقيق جنائي مو اداري، جنائي نعم، مو جنائي إداري. استخباري مو اداري. يعني انت اليوم قصرت مثلا مدير المستشفى بالنتيجه، اذا هو عمل ارهابي مدير المستشفى شو يسوي له مثلا؟ انت روح شوف اول مره شنو السبب اللي ادى الى هذا الى هذه الكارثه، وبعدين احنا تعودنا مثل هيك كوارث ما تكون كوارث طبيعيه. يعني يمكن المواطنين اللي موجودين بالشارع يشفتون الحريق، وانا مشترك، انا مخلص ناس من حريق اكثر من هذا، لان شبابنا وكذا ناس مندفعين اهل غيره، اهل غيره، اهل غيره. لذلك انا اقول هذا الموضوع يكون تطلع النتائج الحقيقيه، النتائج الجنائيه لهذا الحريق، ومن ثم يترتب عليها عمليات التقصير الاداريه